مساء الخير، كيفكم؟ أنا ماريا، أنا ريتا سلكاوي، وأنا أختي ماريا سلكاوي. أنا بالصف التاسع وماريا بالصف الرابع. إحنا اليوم حابين نفرجيكم طريقة تصنيع الشمع، لأنه إحنا يعني بنحب الشمع وهيك والأعمال اليدوية. فإحنا عم نفرجيكم بس كيف تصنيع الشمع. عندنا قوالب بلاستيك، وعندنا قوالب مطاطية صنع والدي، وعندك شمع خام وخيطان خيطان الشمع، وعندك زي كاسة أزاز عشان نعبيها شمع الإضاءة. وإحنا هلا بنقطع الحشوات، شمع من هذا قطعنا منه عشان نعمل حشوات. فهلا بس نقطعهم، بنحطه بقلم صغير اللي هو هذا، بعدين لما يخلص بتطلع زي هيك، بنحط فيها سيخ عشان تثبت بالقالب الاكبر من البلاستيك كله. فبس نخلص الحشوات بنحط الشمعة هون، طبعا هاي كنا عاملينها قبل شوي، بنحط الفريزر عشان تبرد. فهلا بنزيد الشمع عليها عشان تطلع زي هاي. هلا هون في معنا بنبيق شمع سخون نهدي، فبالاخر تطلع زي هيك تكون محشيه من جوا. فهلا بنسنتها بالنص، بعدين بنزيد الشمع حواليها، بعدين بنعبيها للباب. لازم نعبيها للباب، بعدين شو اسمه بنضل نسنتها هيك. فلازم تكون بالنص عشان تطلع مسدل، تطلع هيك عشان توقف منيح. هلا بدنا نغطسها من 15 ل 20 مرة عشان تعطينا الكثافة بدنا اياها. لازم تكون متوازنة. بعدين بنرجع نتركها شوي، بعدين نرجع نعملها هيك. ما بصير نخليها جوا عشان الشمع اللي بيكون على الخيط ما يدوب. نصبر من دقيقة لدقيقتين برا عشان لما ندومها، عشان لما ننزلها تطلع يعني تجمد تاخذ طبقة ثانية. ولازم تكون مسنتر عشان الشمع ما يدوب جوا. بنضل هيك من 15 ل 20 مرة حسب الكثافة اللي احنا بدنا اياها. وزي ما انتم شايفين احنا حطينا هون ثلاث انواع شمع الوان. عندك هون اللون البيج، بس هو مع عشان ده مبين اصفر بس هو بيج. وعندك هون اللون النهدي او البنفسجي، وهون اللون الخمري او الاحمر. عشان نحن نعمل هيك مجموعة الوان هيك، وعبين ما تسخن وتدوب احنا بنكون عشان نفرجيكم كيف تصنيع الشمع. وهلا زي ما انتم شايفين تقريبا احنا من 6-7 مرات غطسناها، وصلنا لهاي السماكة. لسه بدنا كمان شوي عشان نوصل للسماكة الصح. فهلا بدنا نضل نغطس كتر التغطيس بنوصل للسماكة اللي انتم بدكم اياها. هلا بنرجع بنغطسها وبنهويها شوي من دقيقة لدقيقتين برا، بعدين نرجع بنغطسها وبنوصل للسماكة اللي انتم بدكم اياها. هلا بدنا نقيس حرارة الشمع قبل ما نصبها بميزان قارئ مبدئي. وهلا عم بطلع شوي شوي تقريبا بين 50 و60 درجة. بس احنا ما لازم انه يعني لسه، لانه ما ذاب كله فما رح تطلع الحرارة صح. بس هلا مبدئيا هي ل 60 تقريبا 60 درجة مئوية. وشكرا.